السنه. مثلا باخر زياره الى بلجيكا كان عندي لقاء كلش لطيف وسريع مع يوهان دونكرز، ايضا من مستخدمي اعلاف ماتادور. المئات والعشرات من المتسابقين حول العالم، راح يصير عندنا فيديو متكامل لمن من يستخدم وما هي نتائج مستخدمي اعلاف الماتادور. حقيقه دي يونغ صاحب الطير اللي حقق ثاني اولمبياد وافضل طير بهولندا للمسافات القصيره، و يوهان دونكرز و الجلسه الخاصه اللي جلسناها مع ويليام مولر ومع مدير شركه ماتادور ومع مساعد مدير التغذيه لماتادور اللي ناقشنا بها موضوع السباقات العراقيه. حقيقه المعلومات اللي تم مداولتها، درجه الحراره والفرق بين النهار والليل، مسافات السباق واتجاه الرياح، الضغط الجوي، فتره السباق، درجة الرطوبة العامة، والكثير الكثير، إلى أن استخلصونا في جدول يكاد أن يكون مثالي لهذه المسافات ولهذه الأجواء. الجدول هذا اللي راح نتطرق له هو جدول الأفضل لمسافة من 100 إلى 350-400 كيلومتر. ما بعدها راح يكون عندنا فيديو آخر نتطرق إلى هذا الجدول. الجدول أساسه هو 3 أعلاف وعلف تكميلي. الأعلاف هي كالآتي: مثل ما نعرف أول ما يجي الطير يحتاج له، الأكثر أهمية له هو كيفية استرداد الكربوهيدرات، لأن الكربوهيدرات هي العنصر الأهم والأكثر استخدام في سباقات الساعة أو الساعتين أو الثلاث ساعات. أول شيء يكون حرقه بأول ساعة إلى ساعة ونص هي الكربوهيدرات، ما ممكن التناظر عنها. لذلك في حالة وجود سباق من ساعات الطيران تكون من ساعة إلى 3 ساعات ونص، بما يعني سباق من 80 أو 70 كيلومتر إلى 350 كيلومتر، أول ما تجي الطيور الأفضل إعطاءه هو علف التوربو أنيرجي. ليش؟ لأن التوربو أنيرجي هو التعويض الحقيقي للجهد الأولي على الطير، التعويض الحقيقي لأنه يحمي على طاقة. فأفضل شيء نلاقي به الطيور نعطيها توربو أنيرجي مدة نص ساعة، الطير يختار الحبات اللي هو يرغبها. طبعا هذا الطير العفو هذا العلف يحوي دهون غير مشبعه وهو علف مثالي جدا. العشاء يكون هو الستارت، العشاء اليوم الاول علف الستارت. ليش علف الستارت نعطيه وليش نختاره بالضبط؟ هو علف الستارت يحوي 60% كربوهيدرات، 82% الياف، سعرات حرارية موزونة، لذلك هو راح يكون التعويض الأمثل والأسهل للطير ولأمعائه ولجسمه عن التعب اللي صار بالسباق. لذلك علف الستارت هو العشاء الأول، علف الستارت يوم الثاني يوم كامل صباحا ومساء، العلف الستارت هو اليوم الثالث ولكن نخبط معاه نتحول إلى العلف الرياضي اللي هو الأثليتيك. المجانسه بين هذه العلفين راح تولد لنا بروتينات زائدا الياف، تولد لنا طاقه كامنه زائدا كربوهيدرات. ليش نحول تحديدا في اليوم الثالث؟ اليوم الثالث الهاوي يكون هو اليوم الامثل له لعمل تدريب للطيور، اليوم الاساسي له لعمل فصل حقيقي للطيور، اليوم الاساسي له لتدريب شاق قد يكون الهواء الشمالي في وجه الطير، الطير يحتاج له من 38 من 37 دقيقة إلى 42 دقيقة. هذه معناها الجهد صار مضاعف على الطير، لذلك لازم نحول إلى العلف اللي يحوي بروتينات، بروتينات نباتية طبعا مع بعض الطاقة. لذلك اليوم الثالث هو يوم دمج ما بين الستارت وما بين العلف الرياضي الأثليتيك. اليوم الثالث هو يوم الدمج، اليوم الرابع هو الأثليتيك، اليوم الخامس هو ايضا اثليتيك علف رياضي، لان احنا قاعد نعد الطير لان يروح لمسافه السباق المقبله. يبقى نرجع لعلف الانيرجي اللي هو يفضل اعطائه في اليوم السادس تحديدا. وجبه الصباح طبعا ريوق اعتيادي، ويفضل اعطاء المساء كميه اشباع تام للطير. اليوم السادس هو اعطيناه اشباع، اليوم السابع هو اصبح يوم التسليم عندنا. صباحا بعض العلف الخفيف من الانيرجي، طبعا الكميه تعتمد على درجه الحراره والرياح واتجاهها. بعض الهواة مقتنعين في حتى في اوروبا مقتنعين ب 5 غرام، بعضهم مقتنعين في 7، بعضهم ينطي اشباع في حالات استثنائيه.
نجي على في البوردنج، هذا مشتقين اسمه من البوردنج اللي هو بالطيارة، اللي هو ما قبل الإقلاع، آخر تكت ينطي للطيارة لتأكيد الحجز. هذا على في البوردنج ينطي قبل التسليم بأربع ساعات، كف واحد لكل 10 طيور، يعني تقريبا كل طير 2 غرام. ليش؟ لأن هذا العلف مشبع بالدهون، الدهون المشبعة والغير مشبعة، وكذلك في نفس الوقت ما بعد ما يأكل الطير 2 غرام راح يكون عنده سبب لشرب الماء من أجل الطير يكون مروي. هذه الخلطة المثالية المستخدمة في هولندا، المستخدمة في ألمانيا، المستخدمة في بلجيكا من قبل عمالقة السرعة. نفس هذه الخلطة مستخدمة من قبل يوهان دونكرز، نفس هذه المستخدمة من مارتن هوجيمانس، نفس هذه المستخدمة من بيتر جانسون، نفس هذه الخلطة من مستخدمة من الهاوي المفاجئ اللي راح يكون عندنا عن قريب تصوير معاه يشرح لنا هذه الأنساب وهذه الخلطات، اللي عنده 3 نتائج أولمبيات في آخر سنة وطيرين آيس بيجن على صعيد بلجيكا للسباقات السبرنت. انتظرونا مع علاف متادور بمفاجآت كثيرة، انتظرونا مع شركة متادور وشركة تيودور باكس. حقيقة راح الهاوي يلمس بيده الهضم السريع، راح يلمس الهاوي التعويض السريع، راح يلمس الهاوي بالعراقي نسميها البذرة الحائلة، اللي هو العلف الجاف السلس اللي صوته يختلف عن الأصوات الخلطات الثانية. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله نقدم للهواة كل ما نستطيع.